اربع انواع جبنه. شو كثير الجبنه؟ اتس تشيز بارتي بيبي. العب فيها راس الموضوع. طيب ما تسير للبكره اللي عندنا معك هاي. سبحان الله والله ما اعرف مع تسكيت انا كلها هاي. يلا يلا انت شطور معتز. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يلا ناكل. زي ما وعدناكم بالحلقة الماضية أكلة اليوم لها تكون شيء كثير خرافي. فطبعا اليوم رح نعمل ماك اند تشيز برجر. وصفة اليوم مش هنستخدم فيها نوع ولا اثنين، أربع أنواع جبنة. هلا بالعادة الماك اند تشيز طب نشرح لهم الكونسبت قبل ما هيك دخلنا فيهم بالحرب. اوكي. كونسبت اليوم هو عبارة عن إنه رح نعمل معكرونة بالجبنة. حنعملها راس، نقليها، حنغلفها بيض وبقصومات، نقليها ونستخدمها بدل خبزة البرجر. عندي هون مكرونة مسلوقة، بس عندي هون كريمة طبخ، جبنة شيدر حادة، جبنة بارميزان، جبنة شيدر متوسطة، زبدة بس. وهيك ضايل بس الموزاريلا. الموزاريلا راح نحطها اخر اشي لان الموزاريلا فيها زيوت كثير، ما بدي اياها تفصل عن زيتها لان بطل طيبه، عشان تعطينا هاي النقطه الزاكيه. والله انا مش فاهم الكومبينيشن ما تزبس. يلا يلا. بهارات مشكله، حطيت لك فلفل، بعرفك بتحب الفلفل. ولا سمعه غلط هاي؟ لا مش سمعه غلط. مش سمعه غلط؟ بحب اللي بحرق. طيب يا جماعه اللي ما بعرف قديش انس بحب اللي بحرق، فيكم ترجعوا تحضروا حلقه البرجر الغزاوي، راح اترك لكم الرابط تبعها هون او بتلاقوه تحت كمان بالديسكربشن عشان تعرفوا قديش انس انسان بيعشق الفلفل. حلقه كانت صراحه خرافيه. طيب طبعا البهارات اللي حطيناها شويه ملح، شويه فلفل اسود، بابريكا. اسمع انا حاسس مش حيسيحوا. انت حساسه بهذا التاكيد؟ مش لا لا لا، اشتغل اشتغل كان طافي. مش كثير الجبنه؟ نص كيلو مكرونه على كيلو جبنه. موتزاريلا. موتزاريلا عشان تعطينا هاي المطر. شوف يا صاحبي من الشاي. واو. اسمع عن جد حفله جبنه. It's cheese party baby. صينية فيها parchment paper اللي هو ورق الزبدة. والله زعلان عليها يا معتز، كان بدينا كلها هيك. تلا 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 تلا. كيف بدنا نعمل فيها هاي؟ تفضل. عندنا نرميها بالفريزر لبين ما تتماسك مع بعضها، بعديها حنقطعها ونكمل الوصفة. طيب هلا بعد ما مرق نص ساعة عليها بالفريزر، صراحة تركتها بأول إشي شوي تبرد برا، طبعا زي ما احنا شايفين هون ماسكة حالها منيح. رح نيجي هاي تبعت البرجر. كل 13 حد هيك الموتزاريلا المطرقة. هات هات نطلع لنا شوية ستيكس نحب الموضوع هون. فرايد ماك اند تشيز ستيكس. فرايد ماك اند تشيز شو؟ ستيكس. أنس أنت سافل يا ولد. صاحبي. أوكي هون عندي بيض، باختصار هو بيض مع شوية ملح فلفل أسود. أوكي نغلفها منيح الكبر ولا نعملها كمان طبقة؟ منيح معتز. هدول هيك إكسترا جنب البرجر. بيتاكلوا معتز جبن جبن. حلوة فكرة الكاميرا بإيد والشغل بإيد. ها طلع هون شوف صاحبي هاي شو 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 وضعها. بس ما تخلص. العب يا كبير. اومامي اومامي سخنة. واو معتز انت بتطبخ انا باكل. كل هوا باليوم رايح انا اللي حاكل. طيب يا جماعة الخير الظاهر انه شوي الجبنة كثيرة، لأنه الجبنة كثيرة شوي طلعت رخوة شوي شوي. أبدا أنس فرطت يا أنس. لا لا ما فرطة ما فرطة، بكلها هلأ إذا بدك. طيب يا جماعة الخير خلينا نحكي شوي جد هلأ بصراحة. ليش شوي الماك اند تشيز فرطت هلأ؟ مش معناها أنا مش ذاكرة ولا شو رأيك أنس؟ أنا ذاكرة كثير ذاكرة صح؟ كثير ذاكرة. طيب بالنسبة لي أنا حاسس إنه اللي شوي خلاها طرية هي الموتزاريلا تشيز، فإذا بدكم ممكن ما تحطوا موتزاريلا. أنا مش معك الموضوع.
والله هو بصراحة الواحد صعب يستغنى كثير للموتزاريلا هيك ما فيها هاي. I feel you my friend, I feel you. المهم اذا بدكم تحطوا موتزاريلا بدكم تعبوا حالكم شوي بالكفر, لانه الكفر طبقة الكفر هاي كثير رقيقة, بدكم تعملوها مرة اثنين وثلاثة. اوكي شوف البرجر تبعنا العب يا كيو. يا سبحان الله والله ما نعرف مع تسكيت انا كلها هاي في الكلوز اب هون محلاي يسعد دين الكانون يا زلمه. تتهورش انا ستهور وغرقت وكلنا يلا ناس قص اشوف بتاعها ولا لا. معلش يا جماعه احنا وعدناكم باكله ظابطه, هي ظابطه بس فيزيكلي فارطه. الله عليك الله عليك. طال يا الضوء صاحبي ردك الله ردك الله يا صاحبي. انس صاحبي العب فيها راس الموضوع. طب خلص ما دام الموضوع فيه راس اللي هاي هيك عشان انا صراحه ما راح اقصها زي انس, انا متهور. وديتكم حقدر اعملها, حقدر الم كل الطبقات. انس بدي اياك تحكم للناس هل فعليا راح اكل من كل الطبقات ولا لا, لانه فيش كلوز اب مود. متاكد صاحبي هي اوريدي عم تفرط من تحت. يلا انت شطوه مجاز. واو من يوم رايح لازم يتصغر حجمها او تنقطع بالنص زي العالم والناس. ما والله انا هكملها كلها بالمعلقه صاحبي. لازم نعدلهم اياها كلهم مزبطين الماكن شيز. اكله يعني من زكاوتها في انك تعمل اشياء كثير فيها والله. ممكن تالف ممكن, لانه بالاخير البرجر مستحيل انه يكون فارط الا يعني فارط زي ما تفضلت فيزيكلي هو فارط. بس كوصفه كثير مجنونه كثير طيبه. اربع انواع جبنه يا جماعه على سندويشة برجر. الماك اند تشيز لحاله اصلا كثير طيب, يعني مع الداينامايت بس انت كل ماك اند تشيز مع الداينامايت صوص. باي ذا واي فيكم تحضروا الحلقه تبع الداينامايت صوص من هون. فشو الخلاصه صاحبي؟ يعني نعطيهم هيك كلمه اخيره للجماعه. اسكا برجر عملته؟ لا هو صار لا 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 البيتزا برجر باي. لا باي. كيف باي؟ باي كوفي برجر طيب. البرجر الاسود. لا صاحبي مش اسكا وصفات. هاد رايي. سالم تعال 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 دو هذا الاختراع. قولنا ياهي انه قاعد ومش عباله ياكل مكان وانا كانه قاعد بتنطط مستنانا نخلص الحلقه. ما بدي اطلع بالكاميرا بس بدي اكل اللي. طب تعال تعال وقف على زاويه الكاميرا كور. ايوه ما بدي اطلع بالكاميرا يا حرام. دو اعطيني رايك. بالمعنى ولا بالشوكه؟ كل يا سالم بالخمس زي المندي زي المندي. اللعب لا عن جد ما راح انا اطلع الكاميرا ما راح. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اول مره اشوف حدا بياكل هيك. هلا وي انتوا مفكرين ان الحركه اللي انا عملتها قدام الكاميرا اشي؟ لا 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 رايح عليكم دنيا ثانيه. سالم دوقه حبيبي اعطينا رايك احكي. لا انا بضل العب بالاثنين اشتغل. صار واحدة يمين واحدة شمال. ايش يا لك سوفت درينك حبيبي. مش هيك تعرف شو بدها؟ استنى لسه بضع الصحن الثاني. انا بقول وبعد بعد بضع دقائق اخرى. الله يصبركم. في بيبسي سيجاره في الموضوع. هات بيبسي. ايوه شكرا الله يرضى عليك. طبعا هي كثير طيبه ايش بنحكاش فيه. بس انس بقول انها ازكى برجر لغايه هلا. لا 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 شو تسرلا اسمح لي
أنس ما دائل أنا ما دائل لا 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 شباب 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 دول تيجي تصرين بعدين لحظة 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 أنا قررت قرار أربع أنواع جبنة أنا قررت قرار أوكي راح عشان ما تختلفوا أنت بتحب الماك أند تشيز هو بيحب التشيتو سيرلا نخبط الاثنين في بعض ونطلع إشي جديد مش عارف شو هو داس لا لا عجد طب اسمعوا هلا أنتوا خلص روحوا هلا نشوفكم السبت الجاي أنس طفي الكاميرا وأنا مش فاهم أنا مش أوكي. أنا بقول هيو هو بالضبط إحنا راح نستخدم نفس الهاي أنت حتستنى للأسبوع الجاي إحنا حنطفي الكاميرات وحنرجع نعمل هلا شو بدنا نسميها هاي؟ أنا راح أقول لك شو حسميها بما إنه خربان لا 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 لحظة ركز مع الاسم خطر لي الاسم ركزوا مع اسم الحلقة الجاية يا جماعة أول إشي راح أحشي البرجر موتزاريلا فهي إيش؟ موتزاريلا ستفت طيب دبل تشيز برجر with cheetos mac and cheese deep fried buns عظمة يا سب استنونا الأسبوع الجاي السبت الجاي بنفس الموعد استنوه لأنه أنس حكون توفى من هون لواتها إذا ما حضرت الحلقات السابقة فيكم ترجعوا تحضروها من هون وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان تضلكم تشوفوا هاي الأفكار المجنونة والأشياء الزابطة والفارطة واللي فيه منها زابطة وفارطة في نفس الوقت زي هاي تبعت اليوم شوفكم الأسبوع الجاي سلام